السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي. اليوم غادي نشارك معكم الغديوة ديالي اللي هي القطبان، فخليكم معايا باش تشوفوا طريقتي في التحضير. مهم البنات، فأنا غادي نحتاج هنايا عندي اللحم مقطع هكايا قطع صغيرة. صافي اللحم كيبقى على حسب عدد الأفراد. هنا عندي البصلة مشلضة، واحد البصيلة صغيرة مشلضة. عندي هنايا قزبر ومعدنوس مقطعين، وعندي هنايا شويه ديال الملحه معلقه صغيره، عندي معلقه ديال القزبر مدقوق، عندي هنايا معلقه ديال الفلفل الاحمر او بابريكا، عندي هنايا ملعقه ديال الكمون، وعندي نص ملعقه ديال الابزار، وعندي ربع كاس من زيت الزيتون. صافي هذه هي المقادير اللي كنحتاجو باش نصيبو القطيبات ديالنا. صافي دابا ندوزو لطريقه التحضير. غادي نديرو البصله، نديرو قزبر ومعدنوس، وغادي نضيفو العطريه كامله. في الاخير غادي نضيفو زيت الزيتون بحال هكا. صافي ودابا غادي نخلطو كلشي داكشي باش يشرب العطريه مزيان. نقلبوه مزيان هكا باش كاع العطريه تدخل للحينات ديالنا. صافي ومن بعد ما خلصنا كلشي غادي نغطيه بواحد البابي ديال غطاء بلاستيكي، وغادي نخليه يرتاح حتى نحتاج ليه. دابا يا غادي نخليه واحد الساعه تقريبا عاد غادي نشويه ان شاء الله. يلا يخليكم معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. صافي فهادو هما القطيبات ديالنا، من بعد ما ترقدوا مزيان خليتهم يرتاحوا. دابا درتهم في القطيبات وغادي ندوز باش نديرهم في الشوايه. صافي وعندي هنايا شويه الكوتليت، فهو درت ليه بنفس الطريقه، يعني لقيت في نفس العطريه اللي لقيت بها البروشيت. صافي وحتى هما غادي نطيبهم وغادي نحطهم. القطيبات ديالنا هما تيطيبوا. صافي وهادو هما القطيبات ديالنا من بعد ما تشواو. كيف ما شفتوا الصراحه كيجيو فتيين وزوينين. وهادو الكوتليت هما قدمناهم مع شويه ديال الباربه والشليده المغربيه الغنيه عن التعريف، الصراحه كتواتى مع الشوا بزاف. صافي الخبيزات ديال الدار. كنتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف على حسن المتابعه والدعم الدائم ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك. شكرا لكم بزاف، السلام عليكم، حتى الفيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.